الفوز والانتصار وتسجيل هذا التوقيت الزمني المميز الذي ينطلق مشاهدينا الأعزاء في هذا المساء. ما شاء الله، تحديات مستمرة وانطلاقات أيضا رائعة وجميلة متتالية تنطلق شوطا تلو الآخر على البركة مشاهدينا الأعزاء. ينطلق هذا الشوط بهذه الأعداد والشعارات المشاركة خلال هذا الانطلاق. هنا مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير لدى انطلاقة هذا الشوط، الوكرة على المركز الأول في هذا الانطلاق للسيد بن ياسر العرياني، بينما المركز الثاني هنا التدخلات الخطيرة والانطلاق المثير الشاهينية وصلت أيضا على المركز الثاني لا سيد علي بن عامر الغبيلي، بينما المركز الثالث هنا من تدخلت مشاهدين الأعزاء السيارة بالانتظار والكل قادم أيضا لاختطاف السيارة. تدخلت هناك مشاهدين الأعزاء الشاهينية بشعار بن حمرور مبارك بن سعيد بن حمرور العامري من يأتي مع انطلاقة الشاهينية، وصول خطير في هذه اللحظات مع جبارة جبارة، وصلت جبارة علي بن سالم بن محمد الكندي قادم بانطلاق الجبارة، والشاهينية تدخلت في هذه اللحظات وفي هذا التحدي الرائع والجميل من خلال انطلاقة الشاهينية. هناك أيضا حمد بن حميد الدرعي، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول في هذا الانطلاق. الشاهينية الشاهينية علي بن عامر بن سعيد القبيلي من يأتي مع انطلاقة الشاهينية بمقدمة هذا الشوط. الوكرة تحركت التحرك الخطير، الله علي بن ناصر علي بن ياسر العرياني من يأتي مع انطلاقة الوكرة بالمركز الثاني، ولكن المقدمة انطلقت مشاهدين الأعزاء الشاهينية الشاهينية علي بن عامر بن سعيد الغبيلي من يعلم بانطلاقة الشاهينية. الله، سلام السلطنة، سلام الأبيض، سلام سلام الشاهينية على هذا الرقص الجميل بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني كانت الوكرة في المركز الثاني لا سيد علي بن ياسر العرياني، والمركز الثالث مشاهدينا الاعزاء جبارة اتت في المركز الثالث لا سيد علان بن سعيد بن علان المهيري، والمركز الرابع ايضا والتدخلات الخطيره هنا الدوحه اتت في المركز الرابع في هذا الانطلاق الرائع والجميل. عبد العزيز بن كردي بن منخس ايضا في المركز الرابع، والمركز الخامس مشاهدينا الاعزاء كانت ايضا خلال هذا الانطلاق صبا اتت ايضا في المركز الخامس ناصر بن سالم بن نقي العويسي. ما شاء الله، تحدي واثاره، التوقيت الزمني دقيقتين سبع ثواني 18 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس ايضا لمالك الشاهينيه على هذا الفوز والانتصار علي بن عامر بن سعيد الغبيلي التي سجلت هذا التوقيت الزمني واختطفت سياره هذا الشوط، بينما المركز الثاني اتت ايضا بشعار العرياني. هنا الوكره للسيد علي بن ياسر العرياني دقيقتين 10 ثواني 11 جزء من الثانيه، بينما من اتت بالمركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل كانت ايضا جباره علاء بن سعيد بن علان المهيري بتوقيت زمني دقيقتين 11 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. ما شاء الله، تحدي رائع، انطلاق ايضا جميل ونجوميه ايضا تنطلق مع هذا السن مع تحديات الصغار وانطلاقه سن الفتامين ضمن هذا المهرجان، مهرجان خليجنا واحد في ميدان دستور.